خلينا نروح للزميل محمد مجدي، عفوا زميل محمد جمال، مراسل تان تي في من امام النقابه، نعرف منه اكتر الوقفه بتاعه النهارده وصلت لفين، وايضا الترتيبات لدعوه نقابه الصحفيين لاجتماع الجمعيه العموميه غدا. هنروح لمحمد جمال. نعم سمر، أنا متواجد بالفعل الآن في محيط نقابة الصحفيين، ربما ترصد الكاميرا من خلفي عدد من الصحفيين الذين يعتصمون أمام مقر النقابة احتجاجا على اقتحام وزارة الداخلية أو قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية لمقر النقابة وإلقاء القبض على الزميلين اللذين صدر بحقهما حكم أو أمر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما. هذا العدد من الصحفيين يعتصم الآن أمام النقابة احتجاجا على هذه الواقعة. نقيب الصحفيين عقد منذ ساعة تقريبا مؤتمرا صحفيا أكد خلاله الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غدا الأربعاء لبحث هذه الواقعة وللوصول إلى قرار بشأنها. أما الصحفيون فهم مصرون على إقالة وزير الداخلية في الوقت الذي تتواجد فيه قوات الأمن بكثرة، يعني ربما إذا رصدت الكاميرا من خلفي الآن هذه قوات الأمن تغلق كافة الشوارع المؤدية إلى مقر نقابة في محاولة لمنع عدد من المتضامنين من الوصول إلى مقر النقابة للتضامن مع الصحفيين المتواجدين داخل نقابتهم. أما من الواضح انه في صعوبة في الاتصال، هنرجع مرة تانية لزميلي محمد جمال مراسل تان تي في من امام نقابة الصحفيين، يعني كان بيرصد لنا على هواء مباشرة التعزيزات الامنية. كان هناك حديث ايضا منذ قليل بانه تم منع وفد من النقابات المستقلة للوصول لنقابة الصحفيين للتضامن مع المعتصمين داخل النقابة. عدد كبير من شوارع وسط البلد المؤدية لنقابة الصحفيين ايضا مغلقة. عايزين نقول بانه النهاردة حصل تسريب يقال ان هو عن طريق الخطأ من الايميل المتعارف عليه لوزارة الداخلية، واللي بيبعت منه يعني مسؤوله الاعلام في وزارة الداخلية كل بياناتهم ونشاطهم الخاصة. اللي حصل بانه وصل زي خطة مكتوبة للتعامل مع ازمة نقابة الصحفيين، وكان فيها حتى بعض اسماء عديدة لكل مسؤولي الإعلام في وزارة الداخلية. على إثرها كان في نوع من محاولة تثبيت بأن هناك اتهامات قاسية من قبلهم لنقيب الصحفيين وأنه في خلق أزمة، هو ده اللي كانت الداخلية بتحاول توصله عبر وسائل الإعلام. لو وسائل الإعلام تواصلت معهم لمعرفة موقفهم من أزمة نقابة الصحفيين، الإيميل ده وصل بالغلط لعدد كبير من العاملين بالإعلام، وبعد كده يعني قالوا إنه حصل مشكلة في السيرفر أو في الإيميل ده، وإنه في إيميل بديل سيتم التواصل مع الإعلاميين بشأنه. إحنا رجع معانا مرة تانية الزميل محمد جمال من أمام نقابة الصحفيين. عودة إليك محمد. نعم سمر، قبل انقطاع الاتصال كنت قد قلت ان هناك عدد كبير من الصحفيين يعتصمون الان امام مقر نقابتهم احتجاجا على واقعة اقتحام قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لمقر النقابة والقاء القبض على زميلين محمود السقا وعمرو بدر على خلفية اصدار النيابة العامة امرا بالضبط واحضار هذين الزميلين. هناك ايضا تواجد مكثف من قبل قوات الشرطة في محيط النقابة واغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين، إلى جانب بالطبع تواجد عدد من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب كانوا يعتزمون مؤازرة الصحفيين في هذه الوقفة وفي هذا الاحتجاج، إلا أن قوات الشرطة منعتهم من الدخول إلى مقر نقابة الصحفيين. مزيد من التفاصيل أستوضحها مع ضيفي محمود كامل وهو عضو مجلس نقابة الصحفيين. محمود بعد التحية، يعني تعليقك بداية على هذه الواقعة، واقعة اقتحام قوات الشرطة لمقر نقابة الصحفيين. أنا عايز أأكد إن دلوقتي في اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها على الهواء، وزارة الداخلية تستكمل انتهاكها للقانون وللدستور المصري الذي صوت عليه الملايين وللمواثيق والأعراف الدولية. نقابة الصحفيين التي تم اقتحامها
يوم الأحد الأسود في واقعة لم يجرؤ أي وزير داخلية أو أي رئيس وزراء أو أي رئيس لمصر على مدار التاريخ. نقابة الصحفيين التي مر على إنشاؤها 75 عاما لم يحدث في تاريخها وفي تاريخ أي نقابة عربية أن يحدث ذلك. الآن وأنا أحدثكم نقابة الصحفيين محاصرة بقوات الأمن من وزارة الداخلية، تم منع وفود من نقابة الأطباء ومن نقابة المهندسين، تم منع رئيس حزب المصري الديمقراطي وفد من أعضاء الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي. الزملاء الصحفيين نواجه صعوبة حتى في دخولهم إلى مبنى النقابة. أنا أناشد كل صاحب ضمير في هذا الوطن، كل لحظة يبقى فيها وزير الداخلية في منصبه يهدد الأمن، أمن مصر، وأخاطب كل من له حكمة، كل من يدير هذه البلاد وفي عقله قدر من الحكمة، ما يحدث يهدد أمن مصر. نقابة الصحفيين هي نقابة الشعب المصري، نقابة الصحفيين هي من قدمت شهداء على مدار التاريخ لمصر من حرب أكتوبر وفي ثورة 25 يناير وفي 30 يونيو. نقابة الصحفيين هي من واجهت حكم الإخوان. نقابة الصحفيين هي الآن وأنا أحدثك، لو 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 ذهب أي مواطن إلى مبنى أي مؤسسة صحفية أو إلى أي صحيفة ستجد عشرات المواطنين يلجؤون بتقديم مظالمهم إلى الصحفيين، الصحفيين الذين كشفوا آلاف حالات الفساد. ما يحدث الآن هو انتهاك صارخ لكل القوانين وانتهاك صارخ للأعراف الدولية. نحن محاصرون الآن. أخاطب مرة أخرى كل من له كل مسؤول في هذه الدولة، ما يحدث يهدد أمن واستقرار هذا الوطن، ونحن من سنحافظ على استقرار هذا الوطن. الإجراءات المرتقب اتخاذها من قبل مجلس نقابة الصحفيين حيال هذه الواقعة، ما حدث يوم الأحد الأسود تبعه اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين، صدر عنه عدة قرارات، كان أولها وأهمها المطالبة بإقالة وزير الداخلية المتسبب في كل ما يحدث. أنا أتهمه على الهواء بتكدير السلم العام. ما يحدث الآن، مجلس النقابة وقتها ما زال في حالة انعقاد دائم. غدا لدينا اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، كل وسائل التصعيد الممكنة في إطار الحفاظ على هذا الوطن متاحة وسنناقشها في الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية. هل تم التواصل ما بينكم وبين أحد من الحكومة، رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية بشأن هذه الواقعة؟ تلقينا بعض العروض تتعلق بالجلوس مع جلسة حوار مع وزير الداخلية ونرفضها تماما. شكرا محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين. إذا سمر، نحن بانتظار الجمعية العمومية التي من المرتقب أن تنعقد غدا بمقر نقابة الصحفيين لمناقشة هذه الواقعة، وننتظر ما تقول إليه أو تقول أو ينتج عن هذه الجمعية العمومية. إليك سمر. أنا بشكرك الزميل محمد جمال من أمام نقابة الصحفيين. يعني الحالة وصل لكم مشاهدين على الهواء مباشرة، إغلاق شوارع، منع الوصول لبعض الوفود، وذكرها يعني الأستاذ محمود كامل عضو مجلس النقابة. خلينا